السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم الثالث لتقليب السماد العضوي للاستفادة منه، راح ناخذ منه شوية أيضا للمزرعة. تقريبا كمل شهر وشوي، لازلنا إن شاء الله يعني توقع إن شاء الله أنه راح يكون بشكل جيد. في حرارة زايدة، الطريق اللي اتبعناه الحمد لله جيدة، إن شاء الله الكمية هذه راح تكفي. شوفوا تحت في الأرض تقريبا متر، العمال يخرج بقية السماد اللي موجود في الأحواض أو في مراحات الأغنام. قاعدين نشيك عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، وبإذن الله إن شاء الله تكونون استفدتم.